أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان أن قواتها نفذت سلسلة عمليات بحث وتفتيش في مركز وأقضية نواحي المحافظة خلال 7 أيام الماضية، أسفرت عن إلقاء القبض على 85 مطلوبا بتهم جنائية ومخالفات قانونية، وأوضحت أن التهم توزعت بين 44 متهما بجرائم التهديد والإيذاء العمد، و11 متهما بالقتل العمد، وآخرين بجرائم اختطاف وتعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة والتزوير وحيازة الأسلحة النارية ومواد قانونية أخرى.